بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Now you say it. Good job. All praises to Allah who gave us life after death, and to him is the resurrection. بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت.